لك انتم من الجيل السابق فهيعدوا يعدونا. هذا الجيل يستحق، هذا الجيل من اللاعبين وهذا الجهاز الفني والاداره وكل الناس يا كريم، وجهه نظري ان هم يستحقوا على الاقل ميداليه فضيه. لا وفي نقطه مهمه جدا بس عايزين مش هقول لك يا عم ذهبيه. ايوه فاهم يعني ماشي. هو طبعا اكيد المره دي بكل امانه القرعه احنا هنستناها جدا. ليه؟ فعلا 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 عشان نحقق السبب بيتكلم عليه ده، ندعو الله ان هو يبعدنا عن مانشستر سيتي في السيمي فاينل، عشان نتكلم كلام واضح ومباشر. انا اسف يعني ربما حتى في مواجهه بايرن ميونخ لما احنا لعبناهم او حتى ريال مدريد بكل امانه كان عندنا بعض الامال، بكل خلينا نتكلم بصراحه يعني كان بقى يعني فعلا كوره يعني. مع مانشستر سيتي في هذه النسخه الاكثر من مرعبه بكل امانه فرصتنا. لا انا وجهه نظري نلعب زي الميلان. لا نتمنى يعني. نتمنى ان شاء الله ان احنا نلاعب بطل ليبرتادورس في السيمي فاينل، ونبقى ان شاء الله ربنا يوفقنا ونلاعب السيتي في الفاينل. ولكن انا بس عايز اعقب على نقطه مهمه، حضرتك بتقول طبعا بطوله افريقيه طبعا ده اكيد، بس النهارده النادي الاهلي كفرقه كوره بقى فرقه كومبليكيتد معقده. يعني ايه؟ ما بقاش الموضوع فكره لعيبه وجهاز فني، لا النهارده النادي الاهلي بيسير حسب البحث العلمي في الكوره. النهارده نشوف كولر وهو بيتكلم ان في النادي الاهلي استورد بعض الاجهزه لسه من الخارج ان شاء الله هتخش يعني باذن الله يعني، بس اللي بتكلم على الفكر نفسه. انت النهارده بتضاهي في عملك وفي شغلك بتضاهي كبرى الفرق الاوروبيه. الناس النهارده بتعرف الموضوع، الكوره ما بقتش هوايه زي التسعينات ان انت بتجيب افضل، لا الموضوع مش كده بس، انا اسف، موضوع النهارده ازاي تحافظ على اللياقه البدنيه، ازاي تحافظ على الاستمراريه، ان انا ممكن العب شهرين كويس. كنا مشكلتنا في السنين اللي فاتت بنلعب اول الموسم حلو قوي، ولكن يعني كانت واضحه ليه؟ لانه اول الموسم كانت الامور مختلفه عن نهايته. نهايته طبعا كنت بتلعب تحت ضغط وكل طبعًا. يومين ثلاثه ماتش. انت فاكر احنا مره لعبنا كل بعد 48 ساعه؟ صحيح حصل السنه اللي فاتت اعتقد ايام الاولمبياد. حصل ايام الاولمبياد لعبت بعد 48 ساعه مباراه. صحيح. يعني بجد يوم انت ريحت، يوم الثاني اتمرنت، الثالث لعبت. وعايز بقى اقول اضيف حاجه اخيره برضو، حضرتك بتتكلم على الجيل ده، ان فعلا احنا السنه دي حاسين ان الجيل ده اكثر خبره في التعامل مع العديد من المباريات، منها مثلا مباراه منتخب السويس. مباراه مثلا منتخب السويس في المباراه اللي بيتفرج عليها بعد دي مباراة عقدت. بعيدا عن الفنيات يا كريم، نعم بعيدا عن الفنيات، اي خلينا نروح لفنيات التحكيم وخلينا نتكلم عن ما انا فتحت لك الباب. انت مش محتاجه فتح الباب، هو الباب مفتوح والله. بص يعني حاجه يعني بصراحه بجد انا والله العظيم لا اقصد التقليل من، والله لا ربنا عالم ان انا لا اقصد التقليل، ولكن التقليل من الكابتن هشام الفلاح لكن ولا طاقم التحكيم بالكامل، ولكن والله العظيم ثلاثة اللي حصل ده زي ما قلت لحضراتكم كده، استاذ رؤوف اللي كان بيقف في البلكونه عارف ان يا جماعه الكره اللي جايه من ورا لما كنا بنلعب زمان. ايوه عارف الكره حط ايوه ايوه طبطين. ايوه عارف مرمى بيقف اربعه ايوه ضد اربعه ايوه فكان حتى دي فيها ما فيهاش اوفسايد عارفينها يعني. بص كابتن يعني خلينا بقى يعني طالما رحنا الحته دي نتكلم بصراحه. طبعا حكم الساحه ملوش اي علاقه بالقرار بكل امانه، هو دبس كلنا الاربعه قالوا له هو دبس. ايوه هو دبس كابتن سيد واضحه، ما هو هيضطر يوقف اللعب التاني إيه؟ يرفع هو مش عارف بقى عارف يعمل ايه، ياخد الكره ويعمل اسقاط. مش هل قانونا يدي الحق ده؟ معرفش ما عنديش فكره يعني قانونا معرفش قانونا، ولكن يا سيدي كان قال يا جماعه معلش عارف يا كابتن شاور على نفسه كده معلش هيحسبوها زي يا سيد برضه هيحسبوها يا كابتن اسلام ان هي قرار خطا زي رمي التماس. نفترض رمي التماس مثلا للاهلي وهو حسبها للسويس، لا مش هينفع يرجع فيها، لا دي ما ينفعش يرجع فيها، يا عيب ضربه المرمى حتى يعني الراجل دي واضحه. بس طب خلينا معلش نروح برضو ماشي بس نروح بقى للكور او نروح لعمق المشكله نفسها. حكم المساعد معلش النهارده الحكم المساعد والله برضه احنا لا نقصد التقليد والله مش تقليد بس يعني عشان برضه نتكلم دي هنا النهارده في مشكله يعني في مشكله النهارده هم في ماتشات الكاس حسب ما انا افهم بيتم اعطاء بعض الفرص لبعض الحكام عشان يظهروا وياخدوا خبره. اوكي مفيش مشكله بس احنا هنا المشكله ما بناخدش خبره، احنا اصلا ما عندناش الف ب قانون التحكيم. لما الحكم المساعد مش عارف ان ضربه المرمى لا يطبق فيها قانون التسلل زي الضربه الركنيه، طب دي كارثه. طب انا اسف النهارده في رئيس لجنه الحكام اجنبي وشلنا كلاتنبرج، مش عايز يعني مش عايز اخش في الحته دي تاني بس ده الواقع بتاعي، انت شلت كلاتنبرج وده جبت رئيس لجنه حكام جديد. طب انا اسف انا اسف بجد والله، هو بعد الغلطه دي ايه التعامل اللي تم؟ انا كان ميزه كلاتنبرج بكل امانه والله كان مخلي شفافيه في الفيديو شفافيه الناس بتصدق بالله ده احنا كنا بنخاف منه. يعني كلاتنبرج في الفيديو بتاعه كان بيعمل كل يوم اثنين ده بكل امانه كان بيخلي الناس كلها اليرتد
الناس كلها مركزه ومستنيه وبيذاكروا، كله خايف يغلط. برافو عليك، برافو عليك.